أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم أنا وست ليلى مرة تانية، ونبتدي طبق الحلويات. حنعمل نوع من القطايف بكريمة الشوكولات زي ما اتفقنا. جميل. خلينا نشوف مع بعض المقادير. قطايف بكريمة الشوكولاتة. مقادير العجينة: 2 كوب دقيق، نصف كوب سميد ناعم، 3 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، و 3 كوب ماء. كريمة الشوكولاتة: 200 جرام شوكولاتة، كوب جيمر، ملعقة صغيرة عسل، ملعقة صغيرة فانيليا، وللتقديم بندق مجروش. أعزائي المشاهدين، وصفة القطايف اللي حنعملها اليوم تعتبر وصفة أساسية. يعني احنا حنعمل العجينة وكل واحد يحشيه زي ما هو بيحب. في ناس عايزة بالجبنة، بالبندق، بالعجوة، بالعجوة، بالجوز، احنا بنحب بالجوز بقى مع القرفة، بالموز، اشكال. وفي موالح طبعا بتعملوها، موالح مفرومة بتعملوها. لما اتذكر ماما بتعملنا اياها كانت بس القرص كبير كده، صينية كده بالفرن. لا، كنا احنا بنعملها بس وحدات بس باللحمة بنفس شكل القطايف. جميل جدا. احنا حنقدم هلا الوصفة، طريقة العجينة، وحنعطيكم اقتراح بتقديم جديد. ولكن اذا حابين الطريقة التقليدية او الطعم اللي انتم حابينه، ممكن نحشيها زي ما قلنا بأي حشوة انتم حابينها. العجينة كتير بسيطة وسهلة. حنحط هالمكونات كلها في ابريق الخلاط، الطحين طبعا ممكن نعملها قبل بوقت، بس مش يعني هي ترتاح، بس مش قبل بليلة، يعني عدة ساعات بيمشي الحال. سميد ناعم، وعايزة 3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر أو ملعقة كبيرة، يعتبروا متعادلين، يعني 3 معالق معناها ملعقة كبيرة، تبقى طبعا ممسوحة بالطريقة دي. احنا في بعض الاوقات بنحط مطيبات، ممكن ساعات، ما اعرفش اذا جربتيها او بتعملوا كده، بنحط حبه البركه. جربتي؟ لا. ما احنا اللي هي التقليديه، يعني القطايف التقليديه ساده يعني. وحتى يمكن بيستخدموا الخميره، خميره مش بيكنج باودر. حضيف هلا المي. احنا ممكن نحط فانيليا، ايش رايك؟ قطره فانيليا كده. في مسكة برضك، في ناس بحبوا يحطوا المسكة. هبتدي أضيف المي. متأكد إنه بس كل المكونات اختلطت، لأنه الطحين بيمسك شوية طبعا، فأعطي مجال إني أضيف شوي شوي هالخليط هذا بالطريقة. طب لو عملناها من غير الخلاط بإيدينا مثلا بالمضرب ممكن، بس نتعب حالنا ليه؟ الخلاط أسرع كمان. الخلاط أسرع طبعا. حضيف بقية المي وغطيها وشغل. مريحة وسريعة كده. هلا العجينة اصبحت عندي جاهزة. طبعا زي ما قلنا ما اقدرش اشتغل فيها على طول، لابد اني اسيبها ترتاح. ونستعرض مع بعض هلا، خليني في نفس الوقت نبتدي نجهز الحشوة عشان نقدم لكم هالحشوة الجديدة. انا عندي هون كوب من الجيمر او اللي هي القشطه ساعات بنسميها. هبتدي اسخن الجيمر. مجرد ما يبتدي ياخذ غلوه خفيفه بس تطلع الفقاعات كده على الجوانب بالطريقه دي، بس مجرد خلص. ببتدي اضيف الشوكليت، وانا عم بستعمل هون شوكولاته ساده، يعني ما فيهاش سكر. لا، بيبقى فيها نسبه طبعا من السكر، بس في ساعات اللي هي الشوكولاته بالحليب بتعطيني طعم اخف شوي. الساده بتعطيني طعم قوي، مركز اكثر. مركز اكثر طبعا. انت لكم حريه اختيار حسب الطعم اللي انتم حابينه. ببتدي هلا اضيف
ملعقة من العسل بتعطيني لمعة كده في الحشوة من غير عيار طبعا، عندي حوالي معلقة بس هيك من العسل، عسل أبيض طبعا. هقلب على نار هادية خالص لغاية ما تدوب عندي الشوكولات على طول، وبسيبها في الثلاجة لغاية ما تتماسك عندي شوي. سهلة، عملتها بطريقة بسيطة قوي 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 كده. دي على فكرة من أساسيات المطبخ والحلويات، جميلة قوي، بنطلع منها أطباق كتير قوي كمان يعني. خالص خالص. نبتدي هلأ نشوف إيش الحاجات اللي هنحتاجها طبعا للقطايف. أهم حاجة عندي البريق الصغير ده عشان أعمل القطايف. ده اللي هتصب فيه، اللي بنصب فيه. بس طبعا ممكن استعمل اي حاجه، ممكن اي مغرفه، اي معلقه، حتى الميجرين كاب. انا عندي العجينه دي يعني مختمره ومرتاحه، خليها كده جنبي. وخليني استعرض دلوقتي، ناخد كده معلومات، اشيل ده خلاص هنا على جنب. نستعرض شويه الصاج اللي بنقلي، اقصد بنصب عليه القطايف. انا طبعا لازم يبقى نار عاليه، انا اوريدي مسخناه من وقت عشان ياخد راحته. إذا مش موجود عندكم ممكن أستعمل القلايات دي، استعملناها قبل كده، بتبقى سميكة القاعدة وبنفس الوقت لازم تبقى فلات أو مفرودة خالص عشان أقدر أستعملها لصب القطايف. أول واحدة اثنين بيبقوا دايما تجربة، فما نزعلش لما طبعا فما نزعلش لما بيكونوا بايظين معانا أو كده. لازم في البداية أعمل تجربة عشان أشوف درجة حرارة الصاج نفسه، كثافة العجينة نفسها. هبتدي هلأ أجهز برضو بعض الخطوات البسيطة اللي هحتاجها تبقى جنبي. هحتاج فوطة وصينية يبقوا جنبي كده موجودين، أو ممكن ساعات على الفوطة على طول، بس صينية على أساس أقدر أشيل على طول منها. القطايف تبقى جنبي والفوطة مفتوحة بالطريقة دي. وحنحتاج حاجة نشيل فيها، ممكن دي وممكن دي سمايلي فيس لو عايزه. دي حلوه، دي معقوله دي. وزي ما قلنا نبتدي تجربتنا اللي هو اول قرص، ممكن يبقى الصاج سخن قوي فبرضه ده زي ما قلنا بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تطلع حلوه ان شاء الله. بصب طبعا حسب المقاس اللي انا عايزه.